يكن بوطنه إلا أنه جاء، أعياه الشهر والدهر لكنه جاء، كعادته متواجد في كل الاعتصامات الحاشدة والخجولة. أبو السعدي في اعتصام تضامني مع الشيخ خضر عدنان الذي أتم يومه 52 من الإضراب عن الطعام دون أخذ المدعمات، اعتصام صغير لوح بنصر قريب. الشيخ خضر عدنان انتصر على إرادة الاحتلال لأن النيابة العسكرية تنازلت أساسا وتراجعت ووافقت على عدم تجديد اعتقاله الإداري. الشيخ خضر يريد الإفراج الفوري حتى يوقف إضرابه. في هذه المسافة يعني ما بين مطلبه الإفراج الفوري ما بين أن يمكث مدة شهرين حتى ينتهي التجديد الأخير، تجري الآن المفاوضات بين النيابة العسكرية وبين المحامي جواد بولس والشيخ خضر عدنان. أعتقد أن النتائج ستسفر خلال هذا اليوم. ما بين شرطه بالإفراج الفوري وموافقة إسرائيل على عدم تجديد فترة اعتقاله الإداري تتجسد الإرادة لأسير يمثل آلاف المعتقلين الإداريين في نظام جائر تغيب عنه المحاكمات، شهران ليتم فترته الحالية ويخرج يرفضهما المضرب الذي دخل حالة الخطر. الوضع يعني كان قبل 10 أيام كان وضعا خطيرا وصعبا، وبالتالي كل دقيقة تمر المؤشر فقط إلى أسفل وليس إلى أعلى، فهو لا يتناول أي شيء سوى الماء. وبالتالي في هذه المدة من الإضراب، في هذا اليوم من الإضراب، نحن قلقين ليس جراء معاناة خضر وإنما قلقين على حياتي. شهادات المحامين ونقابة الأطباء تفيد بحرج الحالة الصحية، إلا أنه ما زال من سريره يدير مفاوضاته ويرفض شيئا سوى النصر. لتلفزيون القدس، كنانة عيسى، رمضان. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.